انتوا متجوزين ولا اصحاب ولا زملاء؟ لا يا حبيبتي جوزي. جوزك؟ اه. سؤال غريب يعني، اكيد متجوزين. لا اصل ما شاء الله حضرتك شكلك اصغر يجيب 10 سنين ولا حاجه. انت بالعكس ولا ايه بقى؟ وانت مالك؟ تقريبا بعكس. بجد؟ انت عبيطه ولا ايه؟ ثانيه بعد اذنك، ايه يا استاذه في ايه؟ انت اللي بتقولي ده؟ بقول ايه في ايه؟ مالي في ايه؟ لا انت مش عارفه. بقول الحقيقه، هو حد يتضايق لما حد يقول على جوزه يعني حاجه حلوه؟ يعني انت مالي؟ لو سمحتي تقولي قدامك، انت بتقولي له هو ليه؟ انا ما قلتلوش حاجه، انا قلتلك حاجه. بصي للطريقه، هو اسم حضرتك ايه؟ بعد اذنك؟ اسم حضرتك بعد اذنك إيه؟ ما تقوليلهاش. انت مالك؟ انت مالك؟ مش لازم تسالي على اسمه ليه؟ مش هو اللي هيحاسبني؟ بعدين بقى، لا اله الا الله، هو في ايه بالظبط النهارده؟ ما تحترمي نفسك. ما انا ده ايه ده، انا قللت احترامي؟ انا ما قللت. اه طبعا. انت مش ملاحظه كده ولا ايه؟ قلت لي اسمك ايه؟ ما تنرفزنيش بت. انت بت؟ اه طبعا. ايه ما تخليكي في نفسك. ايه البيانه دي؟ ايه البيانه دي؟ ايه البيانه دي؟ انا عارفه ان انت مالكش يد في اللي بيحصل ده، انا متفهمه. بص قدامك، يا نهار اسود. بس انا حاسه ان انا شفتك في حته قبل كده. يا عم بص قدامك بقى، انت بتكلميني انا تايه؟ ممكن شفتك في المعادي تقريبا. ما بروحش المعادي. ما بتروحش المعادي؟ لا. لا انت مالكش دعوه بيها، سيبها لي انا بقى. انت عايزه ايه يا استاذه؟ بس انا بروح المعادي، بقعد عند البنزينه اللي عند الكورنيش. بجد بتقعدي عند البنزينه اللي على الكورنيش؟ طب انت مالك امالي؟ هو ما بيروحش المعادي خالص. تقولي قدامك بعد اذنك. كل يوم اتنين الساعه 2 اه ببقى قاعده هناك. بجد انت ايدك طولت على دراعي تقريبا. اه هكسرهولك اصلا دراعك ده. تقولي قدامك. انت ما تقوليش اسمك ايه يا عم. صدقني انت قللت ادب. البرد بتاعك ده، انت مستفزه تقريبا. محمد؟ لا احمد. حسين؟ بنت انت ما تعرفنيش. ايه ده؟ خلاص عشان خاطرك يا حسين. ايه ده؟ هو انا راكبه في تاكسي ولا ولا راكبه في كباريه ولا انا فين؟ انا فين؟ ايه يا بنتي؟ اوعى تكون بتروح كباريهات، انا ما بحبش الرجاله البايظه. امال انت بتروحي فين؟ انا؟ اه الحته اللي حسين بيروحها. مش حسين برضو؟ لا اسمعي والله اسمعي بنت انت ما تقرفنيش. 010 انت طالعه لي منين النهارده؟ بقول لك ايه، الراجل ده انا ما صدقت انك اتجوزته. يعني ده انا عارفه حد يبص لك. 10 سنين ما تجيش انت تخرب البيت ده، انا ارميك تحت العربيه اللي انت سايقاها دي. ما من همه خد قدامه. نعم يا اختي. انت يا بنت انت لو حشت شويه اللي انت حطاهم دول هتبقى زي خالتي. خالتك اصغر منك ب 30 سنه زي كده؟ بنت انت. نعم. انت طلعت لي منين النهارده؟ من عند اسماعيل. والله؟ نعم. انت جايه منين يا بنت؟ مستفزه والله. من الشارع اللي جنب اسماعيل. والله محيط امي. انا هعرفك الشارع اللي جنب اسماعيل ده هو صنعته ايه. بنت انت. بنت انت في ايه؟ جوزي بالذات. لا اسماعيل فاهمه. اسماعيل خلاص بقى، ده انا بضحك وادفعه. دفع عني. لا دفع عني ايه؟ طب خليه يتكلم كده. انت قلت الادب اصلا. ده انا ضربت 36 طلقه انت وطلقلك حتى. مش من قلبك والله يا مستفز. مش من قلبك والله يا سمحه. انت يا جدعان هتفتكري اني انا هسيبك ان انت تاخدي جزك كده وخلاص؟ يعني اخده ايه بس يا ماما؟ ده انا حاربت الدنيا في حياتي. اللي بياخد ربنا انا ما باخدش حد يا ماما. ما انا عارفه اكيد عملتي له عمل. اكيد اكيد. اه يا اختي اعمل له اعمال الدنيا بحالها. مش جوزي؟ مش قلت لك؟ مش قلت لك يا سمعه بقالك عمال. اه انت يا بنت. ايوه خلينا ننزل بقى. انا هعمل زي انا وسكينه حاليا. ده انا هبطل. ايه القرف ده؟ اسماعيل. اسماعيل ايه؟ حد يقول لحبيبته القرف ده؟ يا بنت انت عايزه انا موتك النهارده ولا انت عايزه انا اخش كام شعري؟ شعري شعري هقطعه لك يا اختي. الباروكه اللي انت لابساها دي هقطعها. مش باروكه والله. مش باروكه والله. ايوه انت اللي لابسه باروكه عشان قرعه. بجد؟ اه والله ما حد قرع غيري. لا اله الا الله. طب تدافع عنها يا اسماعيل. نازله من البيت يا اسماعيل. ان انا هجيب حاجه يا ابراهيم. حد الحال يا ابراهيم. انا اصلا اروح السجن يا ابراهيم. يا سلام يا هايدا. بتنادي على مين يا بت؟ الصياعين اللي هم حواليكي ولا ايه؟ لا لا انت هتلم على الراجل. كاميرات اهي يا ست. والله كاميرات اهي. بنهزر بنهزر والله والله العظيم. ده انا هشفيك وحياة شعرك الاصفر يا استاذه. والله بابا وحياة اسماعيل. خلاص كاميرات. والله بنهزر كاميرات. يا اختي يا هايدا. يا ستي تعالي 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 يا ستي تعالي يا ستي. ده انا هفطسك الليله. انت بتعكسي جوزي. ده انا هموتك. اوعي ده بتاعك.
انزلوا. انا زعلانه طبعا. لا انا مش زعلانه، انا اسفه عشان ضربتك، حقك عليا. بس اي ست مصريه بتخاف على جوزها وعلى بيتها. تعبتي اكيد. طبعا جوزي عشره عمري، امال ايه؟ ازاي ما اقدرش؟ كل سنه وانتم طيبين. وانتم طيبه. قولوا انكم موافقين نذيع. طبعا موافقين.